السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي نساتي سادتي مخداتي ووسادتي. أما بعد، يا مرحبا بالسعادة، مرحبا فيكم جميعا. شو أخباركم؟ إن شاء الله مرتاحين، مشكورين على دعم القناة. وصلنا 1130 35 تقريبا مشترك، ما شاء الله. إن شاء الله أبا اللي تابع الفيديو هذا نبغى نوصل 2000. شو رأيكم؟ القناة تستاهل 2000 مشترك، 10000 مشترك، مليون مشترك؟ الدعم منكم ان شاء الله نوصلها باذن الله، باذن الله بنوصلها طبعا، ومو بكبيرة عليكم. وصلتوني الالف، والحين طبعا تقدرون توصلوني اكثر من الالف اذا تبون، وانا عارف انكم تقدرون وانتو قدها، وان شاء الله راح تسوونها باذن الله. اما الحين لازم نعدل مجموعة شغلات عندنا. أول شيء الزحمة عندنا مشكلتها مش طبيعية. خلينا نشوف مناطق الزحمة. مثلا مدينة أحمد خطاب وين صارت؟ هي المدينة اللي بدت كل شيء، مدينة أحمد خطاب. هاي أحمد خطاب، شوفوا هنا عندنا أماكن زحمة. الزحمة هاي أسبابها تقاطعت. الناس وين تروح؟ الناس ما في اسكيب روت عندنا. زين، الناس وين تبي تروح يا اصدقائي؟ اول شيء خلينا نحط شوي صيانه الطريق. نحن ما عندنا اي صيانه للشوارع، ترى من بدت السلسله ونحن ما عندنا اي صيانه ابدا للشوارع. طبعا اتمنى انكم تعرفون بخصوص صيانه الشوارع، لكنها مكلفه الصراحه، يعني it is not cheap thing to do. في نفس الوقت اتمنى انها تخدم المدن بشكل عدل يعني. بس المشكله الحين انا جربتها قبل ان ابدا الحلقه، الصيانه ما بتغطي اماكن ضخمه يعني فعليا. شوفوا، بسبب ان المدن عندنا شوي معقده، ف بنحط وين الزحمه صيانه. احنا كان عندنا زحمه، زين، وبنحط اماكن الزحمه. انا بتوقع ان الشارع اللي يحتاج صيانه هو الشارع وين عند الزحمه. لحظه، هذا شوي شفر علي. هلا، اماكن الزحمه هي اللي انا بحتاج اسوي لها صيانه بشكل فعلي. عندنا هني هاي الاماكن الزحمه، وهاي تغطيتها طيبه. انزين، الاماكن الاساسيه، الاماكن المركزيه اللي بنحط لها صيانه. طبعا هذه اثر على المدخول بشكل جميل، ف ما اقدر احط كل مكان. هني محتاجه صيانه، وهني بيصير لنا المكان كامل. واظني اخر مكان نباهني، بس ما بنسوي اي صيانه ثانيه للشوارع. هذا عليه تكلفه عاليه الحين، يعني شوف كم تكلفته بالضبط، 480 في الاسبوع. فنحن ممكن نخسر المدخول مالنا كامل عليه، ونحن ما نعرف حتى شو السالفه، لكن في نفس الوقت ترى بيوفر الضيف. ليش زعلان؟ والله انه في حضنك، والله العظيم. انزين، خلينا نحط لهم، بما ان الجماعه متنحين ويانا شويه هني، دمبنج سايت. ما يحبون مكان نظيف. الريسايكلينج ما قاعد يكون معي فعال نفس ما انا توقعت، ففي اماكن ارد احتاج اضيف فيها. سوري، خلينا نحط كهرباء. طبعا صيانة الشوارع مش موضوع ولا حتى هذا يعني خدمات الكتشرة هاي. فعليا احنا نبي نسوي مدينة عماير صغيرة، أباها تخدم كذا مدينة. أباها تخدم هاي المدينة في الموظفين، وأباها تخدم هاي المدينة. بس شو بتكون هالمدينة؟ شوي فكرتها رهيبة ومختلفة. يا حبيبي، كنا نشتكي ما عندنا خطرات، والحين صار عندنا وايد خطرات. يا حبيبي ابن العيد، في تريون هاي ينتظرون. ايوه، الشارع هذا اشتغل. انزين، لحظه، اذا سالفتي هنا، لحظه، ادري بكم كل مره احس انه طقع بالجو مرات اني اتم اعدل 3000 شغله وفي شغله. بس هاي سيتي سكاي لاين، تبون سيتي سكاي لاين؟ هاي لازم نعدل 3000 شغله في الشغله. انزين،
الحين الوضع ما فيه ان احنا هاي المسافرين، يعني واحد يرجع في وجه واحد، والسبب شو؟ اتوقع ان السبب هذا، فشو بسوي؟ بغير هاي الشوارع الى اتجاهين، لان استوى المكان شوي معقد. زين خلنا نشوف هل هذا راح يحل لنا الموضوع. طبعا لا ما راح يحل الموضوع، لان هذا وراه. اوكي راح 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 هني الموضوع، هني الزحمة، هني الزحمة كلها، الزحمة هني كلها. ليش هاي نكبة القطارات من خاطر، والله نكبة قطارات هاي يا ربع، وايد زحمة قطارات قامت تستوي. مو مشكلة، زحمة القطارات بنحلها في وقت ثاني، مش في هذا الوقت، مش وقت ابدا حل فيها زحمة قطارات، لان في الواقع لو ابو مفروض يبس خليهم شارع رايح شارع راد ولا شارع. عرفتوا ليش كنت مسوي شارعين هناك؟ الحين عرفتوا ليش، عرفتوا ليش مسوي شارعين هناك؟ وين القطار؟ وين خط السيدة؟ لان اعرف ان هالنكبة بتيني بتيني، اعرف انا اعرف ان هالنكبة جاية. تعال انت هني بعدين بتفاهم صح غلط، فاهم بعدين، لا تزعلوا من الحين. خلي القطارين عشوائي ما حد يقول لي. خلاص خلينا نحل المشكلة عشان نبدا الحلقة، ما يشتي بالطريقة هاي، نحن متعذبين يعني سبب قطار. كم قطار دلوع. انزين مزكم شوي فسامحوني على الصوت التعبان، يعني صوت مش ولا بد، بس قلت لازم اسوي لكم حلقة اليوم، لان اربعة ايام ما حطيت لكم ستي سكاي لاين صح. وعلى فكرة الحين يوم ان شاء الله ستي سكاي لاين، اشوف هوري هوسي. اوكي هذا بيروح فقط هذا، والله انه معوق، والله انه منو حاطنك انت يا الشارع التعبان هذا؟ هذي حطي شارع قطارات بالطريقة هاي، من يحطي قطار في هالطريقة القبيحة هاي؟ زين انا نلزق شوي، لازم شوي صبغ سمكرة. نفس البنات واللي حطون صبغ سمكرة عادي تكون احلى ترى قبل المكبة، بعدين تحطي لك صبغ سمكرة وتي بالعيد. انا اخاف اسوي كذي اي بالعيد، مش احل الموضوع، لا لا يبي العيد بزياده. شوف كي 200 200 ان شاء الله عاد حد يرضى يستعمل الشارع هذا الاخضر اللي ما حد يبغى فيه لسبب من الاسباب. يا جماعه ترى والله شارع زين، ترى والله شارع زين، بس هاي اللي مسوين الزحمه. عندنا تولز، عندنا تولز نقدر نسوي وين صار وين صار وين صار، والله ايوه كلير ترافيك يس، بنشل كل الزحمه، كل السيايير اللي في اللحمه. هذا ليش؟ لان احنا وايد عدلنا، فيوم وايد عدلنا شو صار؟ استوى الشوارع زحمه بطريقه خرافيه، فهذا التول يساعدنا نسوي كلير من هذه الطريقة. الحين احنا بنعرف شو اللي الزحمة اللي ممكن نتخلص منها، مثلا هذا الشارع ممكن نزيد الشارع هني، ممكن نسوي ابجريد هني، على الاغلب ابجريد. شوفوا الحين السيارات بتاخذ مجراها شبه طبيعي، هني ممكن نسوي قطارين 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 كله قطارين، هذا جاي من برا الدنيا وهذا جاي من برا الدنيا، ممكن نسوي شارعين 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 كامل شارعين، بس هذا مش موضوع هالحلقة، موضوع الحلقة هاي المدينة. انزين نبي نسوي مدينة مرتكزة في وسط مداين تمد العالم بموظفين. طبعا اشرف الراكبي حديث الحلقة القادمة ان شاء الله راح يكون وادري هي تشوف موضوع الموتى تشوف هذا كله، بس قاعدين نسوي شوي حلقة هني
عن مدينة ثانية. المدينة هاي بتكون هنا مرتكزة على البحر هذا اللي هي بتمد هاي المدينة بموظفين، وبتمد هاي العاصمة، وأحمد خطاب وحمزة ومحمد جمال وبكر جبوري، بتمد تقريبا كل حد بموظفين. والحلو فيه أنه عنده مطار أوريدي من الحين، عنده مطار زين، المطار راح يستوي زحمة سبت هالشيء هذا. نجي الموضوع هذا، بنحتاج نسوي مجموعة شوارع. الشوارع حلوة يعني ضخمة. أول شيء المدينة لازم يكون فيها مجموعة قطعات طيبة، لأن المدينة راح تكون مثل ما يقولون كروس أوفر، ولا مرة على نقطتين. زين الحين 12 إذا حطيتك هنا بترضى أدريبك، هذا خلى مو مشكلة. هذا إذا حطينا كم تقاطع حطي ما أعرف، أعرف مش إنه ما أعرف بس لا هني ما يبغى، نحطي له ثلاثة. الرابع هني، هذا وايد أوفر، خلنا نمسح آخر واحد. نحط أساسات المدينة هذه، قولوا له اعترفوا من اشتاق للسلسلة كم يوم، يوم اني انا مشغول اعترفوا. المدينة راح تكون موزعة بالطريقة هاي لين هني، طبط لين لين بنوصل عند منطقة فنادق هني قريب. مدينة عملاقة عملاقة، مدينة سكنية بس بيكون فيها حدائق، نبقى مستوى السعادة فيها مرتفع المدينة قدر الإمكان. اسم المدينة طبعا بتكون إن شاء الله سعد الهاجري. هذا طلب جديد، أنا قاعد أحاول أمشي ترى بالترتيب اللي قلش ما سميت، الحين يذكرني لأني أنا كنت أمشي بالترتيب يعني حاليا كنت على الترتيب اللي أنا شفته، يعني كل ما أشوف حد أوكي أحطي ترتيب ورقة معينة أقول أوكي ان شاء الله بسوي هذا بسوي هذا بسوي هذا بترتيب قدر الامكان بالترتيب، يعني لانه ما عندي سيستم فعليا معين، ادري سيستم فاشل عارف صح، سيستم فاشل زين، لكن انتم ما شاء الله عليكم موجودين وملاحظين كل شيء يمكن اكثر عني انا. هذا كهرباء ما في غيره، يب زين مشكلة اسرع نبغى مسافه على الهاي واي. هاي أساسات مدينة سعد الهاجري، هاي المدينة شوي غير، بيكون فيها مداخل ومخارج على الهايوي ترى وايد. هاي المدينة مبدأها غير، إذا نجح مبدأ هالمدينة هاي راح أمشي فيه وايد مدن، مش بس في هالمدينة، وبنشوف إن شاء الله يمشي، إن شاء الله نمشى لازم. طبعا المدينة بتكون زحمة، فأنا ليش قاعد أسوي هالشارع عصرا؟ مش باركنج، لا مش هذا، كان عندي واحد هذا، هذا مستحيل هالشارع، ما اعرف انا كنت افكر استعمله مكان ما عرفت وين اني انا ممكن استعمل شارع نفس هذا الصراحة، ما عارف. خلنا خاطر خلنا نسوي ابجريك حق مدينة سعد شوية، لأن هذا فيه بص وفيه ترام وفيه كل شيء، يعني ناقصنا بس ريل رود ها في الوسط، ونحط الثاني شو اسمه عرفته 64 متر، يعني هذا نسوي شارع أساسي سياكل وترام وباصات، ها ترام وباصات بس، نسوي مكان حق سياكل يا جماعة، أكبر مخاطرة في التاريخ هاي. نسوي شارع على اساسي بالحجم هذا، ما اظن هالشوارع بتنزل هني، لازم ارجع ورا. لحظه يا جماعه، انا انسان دقت في راسي، خلاص كل شيء بالغي، بسوي اكبر شارع. لا اسف والله تعال. الا الزحمه ما في ابتلش فيها. زين لحظه خلنا نسوي أكبر شارع بالعالم. شوف الحين على المنافذ اللي راح تستوي الزحمة راح يتغير أماكنها ترى.
هذا اكبر شارع في العالم. والله نبي بعيد يا حبيبي. تعال تعال، انا اسف، تعال انا اسف، اكبر شارع في العالم. انزين خلينا نسوي شارع. تعال عندنا، ليش ما مسحتك؟ اكبر شارع في العالم. كيف بحط هالشارع هني؟ ما اعرف والله، ما اعرف والله، مش عارف كيف يركب. انزين خلنا نسوي 12 ان شاء الله، عاد ما يطلع فيه بقات شيء. انزين 12 يا حبيبي. ترامب. انزين مو بترامب، ترامب ترامب يا حبيبي. 12 هلا. هالحجم هذا مش محتاج اكثر صح؟ من يقول بنحطي واحد اكبر يا حبيبي؟ والله اني لاجيب العيد يا حبيبي. شكل الشارع مخيف والله، شكل الشارع هذا لازم يكون على زاويه. زين ونبنيب شارع شارع. والله احس ان هذا مشروع غير ناجح. لا حبيبي انا ما كسر شوارع. زين والله اني لي بالعيد، احس ان كريسمس تايم. بس شوفوا، اذا نجح المشروع بيكون شيء طر، شيء خيالي. ايوه زين، الحين نسوي الشارع الاساسي اللي راح يمشي عليك الحد، اللي هو ابتداء من هذا الشارع. ايوه يا حبيبي يا حبيبي، ما بيتم لي مدينة انا. نمير هذا شوي، نمير هذا شوي، ان شاء الله يركب، ان شاء الله يركب يركب. ما اقدر اسوي حول المدينة. والله يمكن اقدر، يمكن. هل نستطيع؟ ايش سبيسر ريدي كيوبايد؟ ايوه كهرباء، الكهرباء تسوي لنا مشاكل، بس المصيبة ان شيء لازم يعني بنحتاجه. لو شو انزل الحين نبه ننزل هذا الشارع الى ايش ريدي كيوبايد بعده؟ ما في حد في دربك يا حبيبي. زين ناخذ نزل 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 نزل. اوه ابوك اللي ابوك. ليش اكيوبايد؟ هذا السؤال. معقول هذا الحين مخرب؟ خلوا نوقف اللعبة لحظة لحظة لحظة، خلوا نوقف اللعبة شوي، نشيل هاي الكل من الدرب. سبيس اوريدي اوكيبايد، خلنا نشيل السنابينج تول هذا. ويت هاي مصيبة المصايب. زين نقدر هذا. اوكي هذا اوكي، احس اني لحظة مخربط هالمكان. ليش؟ شوفوا في نقطتين، كان في نقطتين ما طايع اركب على النقطتين. يا حبيبي الإشارة مكبرها يا حبيبي. لحظة خلنا نعدل هاي. اوكي ويت، اذا انا اوريدي شليت النقطة اللي كانت مسوية زحمة، حلو، هل هذا معناه اني راح اقدر اوصله سنبنج تول بالطريقة هاي؟ نعم إن استطعت. اوكي استطعت. هذا لازم تحت ارض، مستحيل اذا ما تحت ارض يعني
شو شل الشارع هذا؟ شوفوا هذا مشروع يعني مش طبيعي ترى، يعني أصل المشروع بكبره كمشروع ما تقدر يسمونه المشروع اللي هو عادي. نزل إذا نزلنا هذا لتحت إيش كيبايت في شو؟ ما في كهرباء، ما في شيء، ما في تنلز، ما في مشاكل. نزل إذا السالفة بالطريقة هاي، لكن هذا مسوي عوق. space already occupied too steep. okay wait إذا too steep شوفوا الشارع بهالضخامة قام يخليني أواجه مشاكل، يعني مش بس بالطريقة هاي قام يخليني أواجه مشاكل في البناء. اوكي شكله سينمينج تول يباله، سينمينج تول هو اللي يخلي نفس ما تقولون يركب مكانه في العادة، اذا فهمتوا قصدي يخلي النقطة هاي تركب تلزم غصب يعني. فانا الحين الغي النقطة هاي واسوي التحكم حاليا يدوي. هذا ما يباله سينمينج، هذا ما يبغى له سنيبنج. نايس. زين الحين نبغى هذا الشارع يلف. اوكي انها الشارع وراه هني حفلة. اوكي نبغى نسوي المعبر الاخير من هني، اسوي درب. ويت ردي اوكيوبايد بسوي نفس الشيء، بننزل لين تحت بنركبه. نايس نايست هذا ركب. نايس ما محتاج، لا ما محتاج اخر شيء لانه ما في مكان الصوب الثاني اصلا، واصلا الشارع ترى مش خرافي اللي بعده. انزل خلينا ننزل هذا على الارض. اوكي وهذا ننزله هني. وااا على الشارع والمحلاه. لحظه انا بسوي على الكورنيش بعد صح؟ خلنا ناخذ النقطه هاي نجيب على الكورنيش الا عماير واخ وايد وايد اوفر اوفر. ها شو اكثر شارع اوفر يمكن اسويه في حياتي في سيتي سكاي لاين والله. بيواجهنا مشاكل بالشارع الصراحة، هي شكله بيواجهنا مجموعة مشاكل. زين هذا الشارع مش راكب صح، هذا اول شيء لهذا السبب قاعد يسوي لنا مشاكل. لحظة زين لازم الحين نرد نشيك على كل التقاطعات انه صح، هاي صح. هاي شكلها ما فيها مشاكل، هاي شكلها ما فيها مشاكل، هاي فيها مشاكل. شوفوا شكلها اوكي، هاي لانه ما في عندنا سنيبنج تول. السنيبنج تول يريحنا من هالسوالف شوية. اوكي الحين بيركب عدل، وفي العادة تكسرون الشارع تردون تسوونه ترى يركب عادي، يركب عادي. انزين نرجع للتول الثاني عليه كورنيش.
يجيب العافية. انزين هاي مدينة حلوة بتكون ترى، بس طبعا بس انا الشارع هذا اوفر صح؟ واي اوفر، خلنا نشغل اللعبة. انزين هالشارع اوفر صح؟ بس مش مشكلة. لحظة نسينا ارجع الكهرباء. انزين المدينة بزيادة شوي بس اوكي مش مشكلة. اللي بيستوي هني انا مش عارف هني شو اسوي بالضبط. هل اسوي شارع الطريقة هاي بعدين اوصلهم وامنع اليوتير صح؟ هي بس اذا الحلقة طولت شوي سامحوني، ممكن تطوفون شوية ولا اذا مليتوا. يا حبيبي يا حبيبي لا ها مش طبيعي بيكون، لازم شارع شوي اكبر. انزين لازم شوي شارع اكبر. انزين ما قاعد احصل نقطة عدلة. هي اوكي الحين شكله منطقي اكثر نوعا ما، ما اعرف كيف شو المنطقية في الشارع بس اوكي. انزين الحين بس خلنا نمنعهم ياخذون يوتيرن من هني. اخر شيء نبغى ياخذون يوتيرن في الشوارع. واحد اثنين ثلاث أربعة. زي بياخذون يوتيرن هني، أنا مو بها شي يستوي. أنا الحين هاي البس يمين هاي البس سيدة أوكي، مو بياخذون يوتيرن ما عندي مشكلة. الحين شوفوا خطوط الشوارع أوكي، بس هني بياخذون يوتيرن وما أقدر أقول لهم لا تاخذون يوتيرن لأن لازم بياخذون يوتيرن. هذا برأي عادي مشكلة نقدر ويت ترام نمو بابا واحد بدون ترام باسلين بلس بايكس يعني عشان ما تقولون يعني تفكرون شو هذا. نزيل بس والله مدينة ضخمة جبارة بتكون، مدينة جبارة. شو اخبار الكهرباء مالنا؟ شو اخبار الماي؟ تمام. اخبار الجاربج سيرفيس؟ انزين هذا بيكون له صناعيه بروحه، اكيد مدينه نفسها لها صناعيه بروحه طبيعي هالشيء. انزين خلينا نسوي شوارع الاساسيه مالها، شوارع الاساسيه مالها عشان تتحمل الضغط. نبى اربع شوارع، والله بيبين صغير اربع شوارع، ست شوارع. انزين نبى ست شوارع مع ترام، ما ابغى باركن ويا، لا باركن ست شوارع باركن، ابى واحد الست شوارع اللي معه ترام شكله هو، بس هذا هو اللي راح يكون اوكي يعني منطقي بالنسبة لي حاليا، لان اصلا ما في شيء منطقي في الوضع هذا كله. شوفوا ما في يعني الشارع ما يضيع، شارع ضايع. زين خلي الترام في الشوارع الاساسية بس، لان هذا في باركن وفي ترام، وفي العادة نحن نسوي سيدين أصلا شارعين. أنا بيتم عندنا اثنين ترام وشارع واحد ما ينفع، فبنسوي شارع باصات بس. الترام بخليه حول المدينة ما بخليه داخل المدينة كاملة. زين شوف والله إن الشارع ولا يبين، وست شو هاي هذا الشارع اللي تشوفونه ترى هاي اللي عند الهاي واي، والله انهم لا يضايقون. لا بسوي عازل الصوت، عازل الصوت بسوي. زين اول شيء بنسويه نلف شارع ضخم هني حول المدينة اوكي، شارع هني والشارع من التقاطع هذا، التقاطعات الرئيسية اللي في الشارع نفسه
كلها 4 قطعات نسويها. اوكي بنبدأ نمد لها كلها مع باصات. خلاص مدينة تعتمد على المساحة اكثر من اسمها، لان بنسوي فيها كثافة سكانية عن طريق الخدمات. زين بس يقولون وايد قطعات، هي اعرف وايد قطعات بس الشوارع ضخمة ومفروض تتحمل اظني، مفروض ان الشوارع هاي تتحمل الضغط هذا. اذا ما تحملت بغير قطعة شوي، بسوي شوية امور ثانية ان المدينة هاي بتكون جدا ضخمة. انزين خلنا نشوف هني، ما بسوي نفس الشيء هني، بسوي خاطئ هني، خاطئ هني، الطريقة هاي. خلنا نسوي مكان فيه، ما اعرف اذا بحط كم عمارة يمكن. انزين خلنا نختصر الدرب من هني لين هني، ولازم تخاطع مع هذا الشارع. انزين احس هذا منافذة وايد اوكي، وايد اوكي. انزين كصناعية هني وايد سكني، يعني ما سكني في الخدمة يعني. خلنا نشوف وضع الماي، عندهم مطار، عندهم شو اسمه، عندهم كل شيء جاهز. المكان مدينة سعد الهاجري دبلوماسية، المكان مش طبيعي. بعد لا هذا مشكلة. زين خلينا نعدل الماي. زين مدخولنا نقص وايد ترى، اني ما حطيت خدمات الحين. اوكي 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 استوى. سويت حركة الانفعوانية هاي، شو يسمونها، انفعوانية. زين مفروض الناس سهل تجيني ترى، ليش؟ في قطار جاهز، في شو اسمه جاهز، في كل شيء جاهز. زين عندنا هني شو قلت، انا قلت لكم اول الحلقه بنحطي منافذ هاي واي لكل مكان، يعني كيف هني بس رديك بايت يا حبيبي. هذا اللي ما داني اذا اسوي هذا بعرف اذا في مكان يطلع منه ولا ما يطلع. بسوي تقاطعات، مشكلة انا ما بحطيه تحت شوي، ابى احطي يعني مكان نفس هذا. حسه الحين ضروري يتحول هذا هاي واي، والله ضروري هاي واي او شارع نفس هذا. هذا ما بينفع الشارع هذا هنا. زين صبر، اول شيء خلنا نسوي جسر صغيرون سيدين في وسط المدينة 24. كنا نسوي جسورة، لحظة أربعة وعشرين رايح 25 استوى، ما اظن على 2 بيخلف. ابغى شيء حركة سبيس اورد اوكيبايد باي ذس، يعني لازم نسويها بالطريقة هاي شكلها. من 24 قلنا لازم الطريقة هاي. ايوه
اكسر الشارع هذا نيب هذا هني. شوف كيف وضع التخطيط على هذا. اوكي تمام. شل الطول. لا هدمت الشغلة بكبرها والله. 25 الشارع الكبير والله صعب التعامل وياه، مش سهل بس اوكي. كيف اوكي؟ هذا بيلعوزني. انزل. اذا السالفه بالطريقه هاي انا بسوي شيء ثاني، بنيب الاربع شوارع الضخم. انزل اكبر شيء حلو 24. خليها المره، خلي الناس تجي المدينه. ليش سبيسر اوكيبايد؟ ودك حاجه طفر بي. نزل اليوم في نص المدينة. في نص المدينة احسن من هذا احسه ولا لا؟ اذا بكنسل صبر، خلينا نكنسل هذا. خلينا نسوي جزء منه بس نكسره. نزل سوي لنا اكبر شارع. تقولون ليش من الحين صح؟ اوكي اوكي هكذا. هذا وين شو بيسوون؟ هذا يروح للمدينة هاي عن هذا الطريق. هذا شكله غلط. انزل لحظة خلنا نسوي له بقليل عيال. مارو مجربة؟ لا مارو مجربة. خلنا نسوي على بقليل الوسخ. سوي نفق قصب؟ سوري بس اساس انه شو اسوي؟ اساس انك انت بسوي له ابجريد حركة ابطال. خلي مشروع الجسر براي. انزين خلينا نبني المدينة، خلينا نبني المدينة. والله لا يجيب العيد في المدينة. انا صبر مو من الشوارع اللي مسوينها انا، من الشوارع. بعد ما بقول لكم والله ما ببني بيتي هني، ما بحطي على الشارع هني يا حبيبي. سو الطريقة هاي مدينة بهالضخامة. أكبر شارع في العالم هذا. أوكي هني بنحطي العماير، بس هني لازم نحاسب شوي. بعد يبالنا عماير 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 عماير. زين الحين التعبيات الصغيرة بس، مثل هذا 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 هذا. يلا عليكم به. ابنوا ابنوا. زين هاي اللي بيبنوا، بس الحين يبالنا خدمات. عندنا 85,000 مدخول والله نايس. زين يبالنا خدمات شوي ضخمة يعني، عرفتوا؟ الخدمات الضخمة نفس المطافي اللي هني ما ظن بيعاني زحمة في المكان. مفروض انه ما يعاني اي زحمة، المفروض نحطي له مال فاير ووتش، مال كهرباء، مش مال كهرباء نحطي. انا افكر اسوي هذا كله صناعيه، واذا في موارد بيكون افضل وافضل وافضل. ما في موارد محترمه خلاص بسوي صناعيه. هاي هاي المنطقه بس، هاي هاي هي صناعيه. هني تجاريه لان بنحتاج مناطق صناعيه مسوينها على الشارع. مكاتب زين، مكاتب هني. صبر خلي احدد المكاتب، بسوي سلكت ولا لاك. صبر
مكاتب 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 الواجهة، خلهم يبنون من هني. هذا كله صناعية، طبعا صناعية ضخمة هاي، وبتتطلب موظفين وبيحتشرون، بس ما علم المشكلة مش غلط. زين، لأن الحين في شغلات بتتهدم. زين، هاي الصناعية. الحين في خدمات ترى بنحطيها في نص الصناعية. زين، بنحطي مركز شرطة يوصل من هناك لهني، بس باب الاحتياط. حطينا مركز شرطة ثاني، وبنسوي اللي هني بنسوي شوي غير. بنحطي دمبنج سايدز هني، انه ما في شيء، ما عندنا هدف فعلي. زين، مش انه ما عندنا هدف فعلي، انه عندنا تعبئة فعلية. اوكي، على فكرة المدينة بعدها بتمتد لهني، ممكن يعني ممكن في احتمال تمتد، مكان سهل ان نمد فيه. كل هذا ينتقل عادي ترى. انزين، حط اثنين من هاي. في كهرباء عندهم؟ لا، هلا نحط الكهرباء، صعب نحتاج نتقل الصوب. اوكي، انزين، بنحط استجابة الطواري مال المطافي هني، لان استجابة الطواري تاخذ مساحة طيبة في العادة. نحط هني، بحطي مكان والله هني زين، لان ما نقدر اصلا نركب شيء ثاني. افا، يقول لي ابو شارع، هذا شارع ما يكفيك؟ كل هذا شارع ما يكفيك؟ كل ده ما يكفيش؟ والله عند المطار مش غلط، تصدقون مكانه طيب، مكانه طيب طيب، هذا مكانه محترم. نزيل نحط الاريال مالهم. وين الأرير؟ هذا هو في نص، والله عندي تغطية يعني كاملة. خلاص خله، ما يباله. إنزين، الشرطة نحن ما نحطي وايد، لأن هاي مدينة بتكون مفروض أنها زحمة. أوكي، فلأنها زحمة وين صار أحطي مال الهليكوبترات، لأن بستوي عندنا مشاكل. الهليكوبترات نطلعهم من عند المطار طبعا، إذا استوى أي شيء عند المطار موجودين هني. قرب قرب، يغطون المكان هذا، ما بيقصرون الشباب، يدريبهم كفو عليهم. انزين، نبى مستشفى مختص في امور الصناعية. المستشفى هذا تعبان، نحط مستشفى ضخم. ما يفرق والله ضخامة المستشفى، احس اذا يمكن نحط عيادات صغار افضل، حسب اللي مسوي المود هذا. شوفوا مثل هذا ما شاء الله يوصل عندكم، هذا على الأغلب بيوصل مكان كبير. أشوف ما وصل والله، غلطان. زين، بنحطي هذا واحد هني، ومكانه بالضخامة بالنسبة لي يستاهل هالعماير ترى. هذا هني بنحطي، لا مع كل هالشوارع هاي بعد حصلت أزمة المساحة خفيفة. لحظة، خلنا نحط تقاطع بس لين، ايوه هني لين هني. ارد تشيك على المستشفى، ايوه احسن شويه. انزين، مطافي اوكي، كل شيء اوكي تمام. 200 200 الناس لحين ما بدت تبني. انزين، الحين نبى حدائق. الحدائق بعتمد، ما بحط حدائقنا الاوليه طبعا. انزين، اول شيء بنسوي بنحط خدمات على البحر، بنحط شارع صغير، لازم سوالف على البحر. عندنا هالكورنيش هذا الطيب، نسوي فيه ممشى. ها مال اسطبلات خيول، هذا نحطه هنا. نبى العماير على طول ليفل، ما في واحد ثاني على طول. هذا البحر هني كله، حطي لنا نشاطات بحرية مختلفة. زين، حطي لهم شارع صغير، هذا لا شارع صغير صدق.
هزين طيب مشغول الحين. اوكي سلوب توستي شارع صغير وتحسونه صح خرب الدنيا ما ينفع هذا الشارع لازم بقريت زين وننزله ما اعرف بس يعني هذا افضل شيء يعني الحين ممكن ينزل لاربع شوارع شوي منطقي اكثر زين وبعدين ممكن اطلع شارعين ايوه يعني شوي منطقي اكثر بالمضمون يعني ما اقدر اسوي له بجريد الخايس بخلي حاليا بالطريقه هاي بخلي حاليا بخلي بالطريقه هاي لان الشارع شكله جيد يعني ما بحط شارع ثاني لا بحط شارع ثاني حاليا شوفوا خدماتهم ما شاء الله محلاها ترى بس الشارع هذا غلط لان مبناي جسر فخلنا نسوي حشيش شويت نسوي حشيش حشيش اوكيبايت انا اجلعك شو مش قضية او انك عنتر يعني زين الحين خلي الشارع مايل يا حبيبي يا حبيبي لا اوكي هذا زين هذا زين هذا زين اظني زين ما اعرف اتوقع جيد هذا كيف يوصل لهو قال هنا ما يوصل نزل زمانك خلي اوصلهم في بعض واصلين في بعض ايوه ايوه هذا هو الكلام خلاص حد هذا اقول لك كنسل كنسل لا 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 انت لا تكنسل هذا تخلك خل زين بس والله حليب الكرنيشة حليب الكرنيشة الحين بعد فندق بس الكرنيشة انزين وين حدايقنا حدايق 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 يا جماعة الحدايق وينها هذا اكبر شارع في العالم والله انه معانا انزين نبا شيء صغيرون لحظة أرد كيوبايت كل شيء أرد كيوبايت كورة سلة نلعب سلة حطي لهم ملاعب عند المستشفى ملاعب هذه الملاعب اللي ما تركب أي مكان النكبة ملاعب الصناعية هاي ايوه ايش ركب ملاعب ملاعب يبونها كم حديقة بعد في شيبان في الموضوع لازم يبون حدايق زين نحط لهم حديقة هني حديقة هني وحديقة عند المستشفى نصب يب فنان نحط لنا حدايق هني لنا حديقة هني وانزين هاي اساس المدينة ترى الحلقة استوت طويلة مرة طويلة مرة انزين الحين شوف بس المدينة ترى جميلة انزين اول شي بنحطي عماير هم يبون شغلات تجارية
فمش غلط ان نحط كم عمارة على الكورنيش. ايش هني هذا بيركب هني بيطلع شكله زين مقابل هذاك؟ احسه تعبان، ما احس انه سلوب نقدر نعدل عادي، بس ابا احس انه يركب. يعني مثلا هذا هني ما احس انه شكله غلط، عادي اروم احط هذا يستوي احطيه وايد منه. هالشارع اصلا بكبره احسه غلطة، هالشارع يستوي زحمة على الفاضي، لان هذا مش هاي واي ترى. بس الحين انا حطيته بطريقة صعب اني احطي هاي واي، بمشي الموضوع. اذا استوت مشاكل كبرى في المستقبل نحطي انزين بنحطي نفس العمارة ورا المستشفى تقريبا وين يركب. اوكي وابا احطي فيغاس هوتيل، لان المدينة بهالضخامة تحمل خدمات نفسها. لحظة اشوف كيف بيركب على الشارع هذا. ايوه بيسوي ابو الزحمة، بس برايه شوفوا هذا مدخل باركنات على اساس على فندق على كل شيء بخاطركم. شوفوا هو مش راكب 100% كاش اسمه، بس شوفوا تشوفونه من هنا حلو. ما بمشي له لانه حليو الصراحه، يعني مسامحه لانه حليو صراحه، يعني صراحه صراحه يستاهل مسامحه لانه حليو. انتوا قولوا لي في الكومنت شو رايكم، ما يستاهل مسامحه؟ والله يستاهل مسامحة، حرام. كازينو في المنطقة التجارية. ريكوبايد صعب نحط كازينو هني، يعني البرج اللي مبال عنا أنا بس لازم أحطيه. هذا أوريدي حاطينه، هذا حطينا هناك تذكرون في النوع في العاصمة زي اين هذا حطيناه في العاصمة سوريا. هاي بس هوتل كتر ما باه، هذا مال المطار. بالي ادور عماير جديدة تصدقون عنا نحن ذا ادرس على فكرة المفروض. ظني راح المود، خلاص راح المود مش طبيعي. روح زين نبا اوبرا ولا من هالسوالف. ها ما اعرف شو ثيتر، اوكي ثيتر وفوندر نايس. حلو من سوالف عجايب هالسوالف الناس اللي تحب تروح. انزين بخصوص المباني ما اظن احنا فتحنا شيء فعليا. ها شو هذا موقع صواريخ بنحطيه في المعسكر. انزين في زو جاهز. ها خلنا نشوف الزو الجاهز شو رايكم. والله حليو صغيرون تي كيوت، فنان فنان والله انه فنان، والله انه فنان. محكمة، محكمة هي تعرف لازم في العاصمة المحكمة صح؟ ليش ما عندي محكمة في العاصمة؟ العاصمة لازم يكون فيها محكمة. ايوه هني عند الترام عند هاي. لا محكمة بمنظر بعد، مش هي محكمة، محكمة هني. ايوه هذا مكان محكمة عدل. اوكي ما يخص في الموضوع، روحت مكان ثاني انا صح. كل شيء له كوست وكل شيء قاعد احطيه قاعد يكلفني حاليا ترى مش ببلاش. فخلونا نزيد، خلوني امسح البقعة اللي كامل غلط. لحظة المنطقة كامل غلط، المفروض تكون هاي المنطقة. سوري الزون التعبان، شو الزون نقول كتر لنا حتى على البحر. لا لا
مش هني مش حتى هني هني بخلنا نشيل هاي هني بيوتك كي بس هاي لا خلنا نشيله بحرص لحظة نشيله من هني آه حبيبي هاي سعد الهاجر مسوي مشاكل انت اه اوكي نايس 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 هاي ليش ما عندك كهرباء الخايس يعني انت ليش باني بروحك شو هذا اصلا ليش تبدي بروحك ما حد يبقى هنا اصلا لحظه يود ها بيغيرون عماير اظن الحين من يغيرون عماير يصير وضع اوكي زين خليني احط لهم ستيشن الكهرباء يا اخي لا تقول لي ما عندي افيلابيلتي عالي كل شيء عالي زين وين هني مو شيء لحظه اوكي سوري انا غلطان حقك علي يا فندق نبغى قطار قطار نبغى قطار شيك شوي شيء حلو جميل ما ياخذ مساحه وايد طبعا هذا مش ولا بد يعني هذا وايد ضخم مشكلته ضخامته بس ممكن 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 لان المدينه ضخمه شوي يعني المدينه وايد ضخمه ممكن نشيل شارع ست شوارع شارع ست شوارع هي اللي هو يعني عرفتوا قصدي نسوي بالطريقة هاي زين نسوي بالطريقة هاي نسوي بالطريقة هاي قلت لكم في مجال امتداد هني جميل يعني مجال الامتداد اللي هني موجود حلو زين حاليا يعني خلنا نشوف وين بيركب ال مو مشكلة بشل هذا بعد روم لا مو بشل هذا هذا مكانه دبلوماسي خله اكيد وايد بشو شو الوحيد اللي ممكن هي خله مو بشله انزين نسوي محطة قطار ايوه كلام كبير كلام كبير جدا الكلام هذا كبير مش كلام طبيعي هذا مش شيء طبيعي ابدا انزين بس ما اعرف كيف اوصل في قطارات لحظة اول مرة احطيه اها تحت الارض وانا ما حطيته الا فوق وين المترو لحظة وين السنبنك تور مالي موجود شكلي بلغي مشروع الخطر يا جماعة بس لان القطار هذا اذا بسويه ما ينفع هني هذا اول شيء اول شيء ما ينفع هني بلغي هذا المحطة نشيل الشوارع منه يبقى لنا محطة ابسط شوي محطة حلوة وجميلة لكن اذا بحطيها يبقى لها حلقة كاملة بروحها والله غير حلقة كاملة ما يسد هذا انزين بنحطي له قطار عادي والله كنت بحط اختار شيء بس صراحة نتورت لا ما يسوى التعب حاليا مش انه ما يسوى التعب يباله وقت بروحه ما اعرف اذا فهمتوا قصدي هاي يباله وقت بروحه
حلقات كاملة. يمكن أغير هذا أختار هذا إن شاء الله. سنة مكتوب شغال صح؟ أي شغال. انزين. اوكي. واحد. الى صفر متر الى هنا. اثنين الى هنا. انزين. هذا القطارين. لحظة صبر الحين عشان نسوي الموضوع شوي لذيذ. خلنا نجيب هذا. اثناش بي هني. تمام. هني اثناش ما بيني هذا صعب بس ما يستاهل. وصله هني الحين بني بهذا الطول. بنوصل الشوارع الى اماكن اللي نقدر نوصل فيها الشوارع بالطريقة هاي. اوكي ده والله حليو الشارع صراحة. الشارع حليو. بنجيب له كهرباء بس يستاهل كهرباء هذا. انزين بنجيب له كهرباء وبيجيب لنا سامان والناس بتتم الصناعية وبلاوي راح تسوين. بس لازم انزل التاكس على العالم. لحظة خل الناس اكثر تي احاول. 11.9% بردر الناس. بحاول ارفع العدد السكاني شوي. العدد السكاني عندي نوعا ما منخفض. انزين هل حاطين محطة باصات هني في نفس المكان؟ اللي هي هاي محطة الباصات الجميلة. محطة كم باص فيها هاي كان؟ ما في عدد معين صح؟ حطيت ثنتين؟ لا ما يستاهل. كوست عالي وايد عالي. انزين واحد اثنين ثلاث اول المحطات اساس اي شيء ثاني يكون موصول فيها. هذا اول وقفة. ثاني وقفة بنص الصناعية. عندي اماكن باصات لين يوم اماكن باصات. اروم احط في كل شارع باص بس مش بالطريقة هاي. يعني باص ولا مفروض انه يهمني. خلني هذا هني هني ونرد هني. المدينة نفسها لازم يكون حولها باصات. طبعا هذا مضايقني. باص 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 يروح الجهة الثانية. كونجراتيليشن انكلوجر فلامينجو انكلوجر. اوكي الحديقة مال مدينة حمزة لفلت. انزين الحين بنحط هني باص باص باص. هني لازم نحط كمية باصات طيبة لان عندنا مجال. باص 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 باص. بعد بنحط باص. ما اعرف الناس وين بتروح بترد بس يا رس لان في عندي اماكن باصات ضخمه يا رس استغلهم. عندنا باص من هني من هني. صوب الثاني بعد لازم يكون في باصات تمشي في هني في
يرجع لين هنا عاد بيهكل. الله ان في خدمة الكترة موجودة نوعا ما. هذا شوف ما يستوي يبالي شيء حقه هني قريب. ما اعرف كيف بدور لحل هذا بدور لحل. شوفوا الزحمة توقعت انا زحمة لو سايت استوي ترى. زين الحين لان عندنا نحن الميزة اللي هني نقدر نشبك المدن في بعض بطريقة ثانية. بس تعرفون شو هني خلى كله سكني خلى تشوف الناس اذا بتسكن مع نزول الضرائب مفروض الناس يعني يزيدون عندنا بشكل طيب. انزين الحين نبى مدارس حق المنطقة. المدارس تكون هاي مدارس عادية مدارس 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 هني اوكي عندنا تغطية هاي سكول ما عندنا تغطية فعلية الا هاي سكول هني خلاص هني نبى جامعة في المنطقة قريب الشارع العام شكلها طيب جدا شكلها ممتاز. عندنا تغطية نحن وايد حق جامعة عندنا تغطية ما عندنا مشاكل. أنا المشكلة الأساسية الثانوية يمكن اللي دائما تنقص علينا يعني. هني ما عندهم عمالة بعد مساكين. شوفوا الشارع هذا لا وايد زين وايد زين الشارع شوفوا مكبرة بس كلامهم شو سيد واحد آخر شيء والله المساطيل هاي على مستطل يا شيخ. هاي شو ترين ستيشن ما حد ياه على حد سوى من الزحمة اللي هني والله من الزحمة من وقفة الشارع الخايسة هذا يمكن ما حد يستعمله حتى اللي هو هذا الاختصار اللي سويته لهم اياه. شايف لازم اسوي شارع سيدين زيادة ولا انزل تراك سكة قطار تشيل 4 قطارات 8 قطارات شيء من هالقبيل. لازم اسوي شيء اساسا يتحرك المكان اساسا يتحركوا مع بعض. مشكلة السكان هاي انا مش عارف استخدم ناس اكثر. نزلت الضرائب زدت الخدمات اتري الناس تسكن والله اتري الناس تسكن ما بزيد مباني تجارية اكثر ولا اي شيء لان راح تسوي عندي مشاكل ثانية. هاي كانت ولا هاي بتكون اخر شغلة المدينة طبعا اخص انت. اوكي شوفوا اظني انا هنا غلط غلطة بس مو مشكلة في مدينة حمزة بعد لها عقب. هاي سعد الهاجري اكبر شارع في العالم. مشكورين على متابعة الحلقة مشكورين على دعم القناة اتمنى تكون عجبتكم الحلقة ان شاء الله واتمنى بكل صدق تسوي لي اذا تستاهل لايك تسوي لي لايك تكتبون شو رايكم في الحلقات شو رايكم في السلسلة هل السلسلة فيه تحسن شو المودات اللي مفروض ممكن ننزلها. مشكورين على المتابعة الحلقة وايد طولت ويانا. لا تنسون اللايك شير سبسكرايب وصلوا القناة هاي نبغى نوصل كم من 1000 زيادة ان شاء الله بالدعم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.